يفز الخفوق وخاطري بالفرح طربا يبارك لهم والراس بوداس المعاد تباريك يا أولادي ويا قرة العيان لكم أفتخر يا نزل الروس الأبطال يا رمز الشجاعة والبطولات ياك حلال وتشهد مواقفك وفعول نجدان عميد المراجل أنت الطايلة عنوان وما تنك يشيل كبار وتقال الأحمان عيال الكريم الشهم ومعرب الجدان وهو شيخ له ما بين ربعه مقام وشام خلاطين أنتم يا غلا السيف والبارود من أول تاني وعمانك أهل السطر خيرة العمان الشجاعة والبطولات ياك حلال وتشهد مواقفك وفعول نجدان عميد المراجل انت الطايلة عنوان وما تنك يشيل كبار وتقال الأحمان عيال الكريم الشهم ومعرب الجدان وهو شيخ له ما بين ربعه مقام وشان خلاطين انتم يا غلا السيف والبارود خيرة العمان ونعمال خوال الروس دربين الأفعال ومسك الختم مبروك بالورد والريحان عسى أيامكم أفراح في كل الأحوال يفز الخفوق وخاطري بالفرح طربان يبارك لهم والراس قوتاس المعالي تباريك يا أولادي ويا قرة الأعيان بكم أفتخر يا مدى الروس الأبطال يا رمز الشجاعة والبطولات ياك حلال تشهد مواقفك وفعول نجدان عميد المراجل انت الطايلة عنوان وما تنك يشيل كبار وتقال الأحمان عيال الكريم الشهم ومعرب الجدان وهو شيخ له ما بين ربعه مقام وشان خلاطين انتم يا غلا السيف والبارود من اول تاني وعمانك اهل خيرة العمان ونعمال خوال الروس دربين الأفعال ومسك الختم مبروك بالورد والريحان عسى أيامكم أفراح في كل الأحوال يرجى الاتصال على جوال 050